بسرعة كمان في يعني موضوع البعض يمكن انه يعتبره انه بيجمع ما بين السخرية وما بين الاندهاش. هو بعض الشخصيات اللي بترشح نفسها لانتخابات رئاسة الجمهورية. انتخابات رئاسة الجمهورية بتقتضي الوقار والهيبة الشديدة والمكانة التي يمكن ان يتمتع بها الشعب. صحيح من حق كل شخص انه يعلن عن خوضه الانتخابات، وبعد كده هي اصلا معظم اللي بيعلنوا في شروط بعد كده لاستكمال واستيفاء الاوراق القانونيه. من الاسماء اللي تم الاعلان بوضوح دكتوره منى البرنس اللي كانت معانا في حلقه سابقه وكنا واجهناها، هي شايفه انه الرأس بيعالج كل مشاكل مصر، وشايفه انه برنامجها الانتخابي هدلع الشعب المصري. وشايفة انه حياتها الخاصة، واحنا الحقيقة قلنا للناس كلها نعم حياتها الخاصة ملك لها واي حد من حقه في حياته الخاصة، لكن المشكلة مع الدكتورة منى انها هي اللي طلعت حياتها الخاصة للناس، هي اللي وضعت حياتها الخاصة على صفحتها يعني. لكن هنا بقى الترشيح لرئاسة الجمهورية تحت شعار هدلع الشعب المصري، وهو متدلع جاهز يعني، الناس بتكتوي، الناس بترقص من الغلاء ماشيه كده. يعني هي مش محتاجه خلاص، من الغلاء وارتفاع الاسعار والاحباطات المعيشيه والاجتماعيه، ما هي الدوخه هي شبه رقصه يعني. فخلاص يعني الناس هي متدلعه متدلعه. ايضا المطربه سلمى الفولي، وسلمى الحقيقه احنا كنا استضفناها قبل كده، سلمى دخلت السجن في كليب سيب ايدي، وعامله كليب دلوقتي تاني، وقلنا وقتها انه ناس كتير بتغني كمان اغاني ربما ابشع من سلمى الفولي، لكن ما حصل لهمش اللي حصل لها، ولما خرجت من السجن استضفناها وواجهناها يعني. تعالوا نشوف هذا التقرير اولا وبعدها نسأل. مع قرب الانتخابات الرئاسية تبدأ ظاهرة الشخصيات المجهولة بالظهور تعلن عن نيتها لخوض السباق، نماذج تثير الدجل والدهشة يأتي في مقدمتها بطلة الإثارة والجدل عبر منصة مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة الدكتورة منى البرنس أستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة السويس، التي أثارت جدلا واسعا بفيديوهات للرقص محدثة ضجة إعلامية كبيرة وصلت ذروتها بعد إعلان ترشحها في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، والتي بدأت من خلالها الحديث عن برنامجها الانتخابي الذي قالت إنه سيرتكز حول الرقص والفن والثقافة، كما أثارت جدلا واسعا بأفكارها وتلاعبها بألفاظ لغوية تؤكد من خلالها أن مصر مؤنثة، وأن علامة النسر ليست من الضرورة أن تكون علامة عسكرية، بل قد تأخذ معان أخرى. إعلان ترشحها لمنصب الرئاسة بالدهشة والسخرية بعد كل ما أثير بشأنها منذ نشرها مقاطع فيديو وهي ترقص فوق سطح منزلها الريفي بمحافظة الفيوم، ما أثار موجة انتقادات حادة بشأنها ودفع جامعة السويس لإحالتها للتحقيق. هذه هي رحلة منى البرنس من رقص الأسطح العلمية للدكتورة الجامعية إلى رقصة أخرى اختارت لها أن تكون سياسية، لكنها لم تكن الوحيدة في ترشحها لمنصب الرئاسة، بل المثير للدهشة هو تكرار ظهور مثل هذه الشخصيات المثيرة للجدل والتلويح بفكرة الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. فعلى هذا النحو أعربت الراقصة سلمى الفولي بطلة كليب سيب إيدي، والذي حكم عليها بالسجن لخدشها الحياء العام عن نيتها خوض الانتخابات الرئاسية القادمة. ويبقى التساؤل الأكثر تداولا الآن حول سر ارتباط الرقص بالسياسة ليصل ذروته إلى الترشح للمناصب السياسية الرفيعة. أنا أمام انحطاط باسم الفن، وواضح من كلامه كده إنك هتخرجي هتبقي نجمة. لا، مين قال انه اللي بتدخل سجن
بسبب انحطاط فني هتطلع تبقى نجمة. مين هيقدمها في عمل فني تاني نجمة في ايه؟ ما هي قاعدة اهي. انت تنهالت عليك العقود يعني بعد ما طلعت من السجن؟ وبغض النظر عن التعليقات الساخرة والناقدة التي استقبلتها المرشحتان، فإنه من المؤكد أن شخصيات من هذا النوع تعجز دائما عن استيفاء الشروط القانونية للترشح، إلا أنهم يكسبون الضجة والشهرة.